المساكنة. إيه المساكنة دي؟ تعيشي مع الرجل من دون زواج قبل الزواج. ليه إن شاء الله؟ أيام الهجرة دي ولا إيه بقى؟ مش فاهمة ده أنا مع... يعني إزاي أعاش الراجل وأنا مش متجوزاه؟ أمال ليه لقينا العرفي ده؟ ده حل كويس أوي العرفي. لكن جت تكحلها زي ما بيقولوا عمتها. وبيشوفوها إن نجرب بعض عشان نطمئن إن حياتنا هتستقر ومش هننفصل. تعالى بقى يبقى في حاجة اسمها مساكنة. يعني إيه مساكنة؟ ده من غير جواز خالص بقى. بعيدا بقى ده طيب ردامة عقله كان موجود مش موجود. بصوا حواليكوا كده يا جماعة، جماعات المين؟ مين اللي بيدعو ليها ومين اللي بيدعمها؟ طب المساكنة أو المصطلح اللي طالع ده وبيسموه بالمساكنة، هنا يا جماعة لازم نقف مع نفسنا واقفة ونبص حوالينا. الناس دي غلط وإحنا صح، الناس دي ضد أي فطرة ربنا خلقنا عليها، الناس دي عايزين يجرونا المستنقع الرذيلة وما يبقاش في عادات ولا تقاليد ولا تعليم اديان سماويه عموما. تقريبا كل مواقع التواصل الاجتماعي من امبارح بتتكلم عن مقطع الفيديو اللي نشرته الفنانه فيفا عبدو على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي. والملفت للنظر هنا تحديدا يا جماعه ان مقطع الفيديو ده كان من داخل احد الفنادق داخل دوله السعوديه. لكن الخبر ده تحديدا يا جماعه مش ده الخبر المهم اللي ممكن نتكلم فيه. انا طالع النهارده اتكلم مع حضراتكم عن ظاهره اعلاميه بدأت تنتشر في كل الوطن العربي وتسليط الضوء عليها، وهي مناقشة ملف المساكنة. والملفت للنظر هنا تحديدا يا جماعة اللي فيه ناس كتير داخل مصر وفي كل الدول العربية بتدعم الفكرة. النهاردة هنعرض على حضراتكم مقطع فيديو للفنانة فيفا عبدو بترد على ظاهرة المساكنة وبتدعو للزواج العرفي. مش بس كده، هنعرض على حضراتكم رأي الأزهر في النقطة دي تحديدا، وهل المساكنة حلال ولا حرام؟ الأهم من كل ده، مين اللي وراء تسليط الضوء على ظواهر من النوع ده داخل المجتمعات العربية والإسلامية؟ علشان ما طولش على حضراتكم، يلا بينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الكلام. بكل بساطة كده يا جماعة، فيفا عبدو ظهرت في مقطع فيديو وهي قاعدة على الأرض من أحد فنادق السعودية. طب كانت قاعدة على الأرض ليه وطلع بمقطع الفيديو ده ليه؟ أكيد حضراتكم عارفين لأي فندق في الدنيا بيبقى فيه منورات حريق داخل الفندق ده، فبيطلقوا صافرات انذار وبعد كده بيعملوا خطة اخلاء كنوع من التدريب على حاجة زي كده. لكن فيفا عبدو بقى اول لما سمعت صافرة الانذار قعدت على الارض. وهنا تحديدا يا جماعة المشهد ده بيفكرني بنفس المشهد اللي حصل مع محمد رمضان في احد الفنادق لما نزل في ساحة الفندق وكان بيجري من غير حزام. وهنا هنقف مع حضراتكم وهنسأل نفسنا سؤال مهم جدا، هل الموقف ده موقف عفوي؟ طب اساسا فيفا عبدو راحت السعوديه ليه؟ تقريبا يا جماعه فيفا عبدو كانت رايحه بتتكرم في السعوديه، زي ما حضراتكم بتسمعوا كده كانت بتتكرم في بلد الحرمين الشريفين. كل الاحترام والتقدير طبعا لكل اهلي واخواتي من السعوديه، لكن انا وجهه نظر يا جماعه ان بلد الحرمين الشريفين دي حاجه كبيره، مش اي حد من الفنانين ممكن يروح ويتكرم في مهرجانات او مؤتمرات داخل دوله السعوديه. لكن انا هنا تحديدا يا جماعه بتكلم على بلد الحرمين الشريفين، واكيد حضراتكم عارفين واحدة زي فيفا عبدو ايه الكونتنت اللي بتقدمه. نيجي بقى للنقطة التانية اللي عايز اتكلم فيها مع حضراتكم في حلقة النهاردة، وهو عن موضوع المساكنة اللي بدأ يتم ترويجه مرة اخرى على كل مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التوك شو العربية. وللأسف يا جماعة في كتير من العرب الفنانين المسلمين بيأيدوا فكرة زي دي. الاول قبل ما نخش مع حضراتكم في تفاصيل الموضوع ده، عايزين نسمع التصريح الصغير ده لواحدة زي فيفا عبدو. اتوجه لها سؤال وقالوا لها ايه رأيك في المساكنة؟ ردت حرفيا وقالت هو احنا ايام الجاهلية، لكن جت تكحلها زي ما بيقولوا عمتها، وقالت تحديدا انا ضد المساكنة لكن العرفي موجود. ايه المشكلة لما البنات تتجوز عرفي؟ المساكنة. ايه المساكنة دي؟ تعيشي مع الرجل من دون زواج قبل الزواج. ليه ان شاء الله؟ ايام الهجرة دي ولا ايه بقى؟ مش فاهمة ده انا مع... يعني ازاي اعيش الرجل وانا مش متجوزاه؟ ما ينفعش. امال ليه لقينا العرفي ده؟ ده حل كويس قوي العرفي. طبعا يا جماعة مش واحدة زي فيفا عبدو اللي ممكن ناخد على تصريحاتها ونركز فيها. هنا عايزين نقف مع حضراتكم بقى ونعرف رأي الدين في حاجة زي كده. يا جماعة بكل بساطة المساكنة دي ما هي إلا زنا. ما ينفعش ولد وبنت يعيشوا مع بعض في الحرام ويخلفوا وما يبقاش في أي قوانين أو شهود أو إشهار ونطلع نقول أصل دي حرية شخصية. قلتها في أكتر من حلقة وهكررها تاني، الحرية الشخصية بتنتهي عند حدود ربنا. وبالتالي فاحنا بنسمع بقى بعض الناس يقول لك تعالى بقى يبقى في حاجه اسمها مساكنه. يعني ايه مساكنه؟ ده من غير جواز خالص بقى. لكن ما ينفعش، وما ينفعش احنا نسكت. بالمناسبه بنقول يا جماعه ده الاثنين اللي بيتجوزوا من غير شهود
الزواج مش نافع. من غير شهود الزواج مش نافع. لكن الملفت للنظر يا جماعة ان الاعلام في الفترة الاخيرة بدأ يسلط الضوء على حاجة زي كده، وبدأوا يتكلموا ان دي حرية شخصية، وعادي البنت والولد يقعدوا مع بعض ويجربوا بعض، ممكن ما يتفقوش مع بعض، وممكن يعيشوا سنة واثنين وثلاثة، وبعد كده يقولوا لا اصل احنا مش مرتاحين وكلام من هذا القبيل. هنا انا هقف مع حضراتكم وهنسأل نفسنا سؤال مهم جدا، هم ليه هدفهم شبابنا؟ ليه بيضربونا في شبابنا؟ لانه قلتها في اكتر من حلقة ان شبابنا هم قادة المستقبل. لما اجيب الولد او البنت الصغيرين وابدا الوس افكارهم بافكار متصدره لنا من الغرب، ابدا ابعد الولد والبنت عن تعليم الدين الاسلامي والعادات والتقاليد، فاصبح كده ان الشباب اللي طالع شباب بدون هويه، ما عندوش اي حاجه يتمسك بيها، وما عندوش حلال ولا حرام، وبيفضل بقى السكينه تسرقه ويمشي في السكه دي. الخلاصه يا جماعه، في بعض الايادي الخفيه من الدول الغربيه هدفها ضرب الدول العربيه والدول الاسلاميه تحديدا. مش عايزيننا مجتمعين على قلب رجل واحد، مش عايزيننا نتمسك بعاداتنا وتقاليدنا وتعليم الدين الاسلامي اللي ممنوع باي شكل من الاشكال التطرق او التجاوز في حق الثوابت اللي عندنا وهي القران والسنه. في نصوص قرانيه يا جماعه عندنا بتحرم كل الحاجات اللي هم بيدعوا ليها. بصوا حواليكوا كده يا جماعه، جماعات الميم، مين اللي بيدعوا ليها ومين اللي بيدعمها؟ طب المساكنه او المصطلح اللي طالع ده وبيسموه بالمساكنه، هنا يا جماعه لازم نقف مع نفسنا وقفه ونبص حوالينا. الناس دي غلط واحنا صح. الناس دي ضد اي فطره ربنا خلقنا عليها. الناس دي عايزين يجرونا المستنقع الرذيله وما يبقاش في عادات ولا تقاليد ولا تعليم اديان سماويه عموما. وهنا يا جماعه لازم اوقف مع حضراتكم عند نقطه مهمه جدا، وهي ميثاق الشرف الاعلامي. ما ينفعش برنامج توك شو وليه جماهيريه كبيره يطلع يناقش قضيه زي دي. لو حضرتك مثلا هتجيب اخصائيه او متكلمه بخصوص الموضوع ده لازم تعرض رأي الدين، لازم تجيب عالم أزهري يرد على الناس دي. مفيش حاجة اسمها حرية شخصية في حاجة ممكن تضر بأولادي وأولادك. هنا هو الخطر يا جماعة. اللي أنا عايز أوصله لحضراتكم يا جماعة إن معظم برامج التوك شو دي بتبقى أخدة تمويل خارجي وليها أجندات وتوجهات معينة، فيا ريت نخلي بالنا من أولادنا. في ناس كتير يا جماعة من اللي هيدعموا الفكر ده هيطلعوا يقولوا لي وأنت مالك؟ هرد عليهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. وده كان آخر خبر معنا في حلقة النهاردة، وبشكر كل الناس اللي وصلت معايا في مقطع الفيديو لحد الدقيقة دي، وبطلب من حضراتكم تشاركوني برأيكم في الكومنتات. تعليق حضراتكم ايه على برامج التوك شو اللي بدأت تطلع وتعلق على ظاهرة زي ظاهرة المساكنة؟ ياريت حضراتكم تشاركوني برأيكم في الكومنتات، وهقرأ كل الكومنتات وهرد على حضراتكم. ولحد هنا خلصت حلقتنا. ياريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند. يلا سلام، والسلام مش ختام.